صباح الخير على كل مستمعات للمولاتي من داخل وخارج المغرب، كتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا ودائما من خلال برنامج المرأة الطفل والأسرة وفقرات متنوعة إن شاء الله كلها إفادة لكم. اليوم في شيوات للمولاتي غادي تشارك معنا المستمعة الوفية جدا البرنامج نمير فاطمة زهرة، واللي يعني غادي تقترح على كل المستمعات الأنواع ديال الكغاتان والأنواع ديال الساندويتشات الأطفال. نتمنى أنكم تكونوا في الاستماع، اقتراحات مميزة جدا. غادي نمشيو نتعرفوا على الفائزة المحظوظة معنا اليوم في المسابقة، والمسابقة يومية وما زالت مستمرة. غادي نقترح عليكم كذلك جوج ديال الشهيوات اللي هما سهلين، خبيزات معمرين بالخضرة والطول وبانكيك بسميدة رقيقة، كيجي حتى هو مميز جدا. ونتمنى أنكم إن شاء الله تجربوا كل الاقتراحات اللي كنقدموا لكم من خلال البرنامج. وكتحضر معنا الدكتورة أمنية بن كيران، طبيبة متخصصة في علاج أمراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريدية. موضوعنا الطبي اليوم غادي يكون حول تأثير السكري على أمراض الشرايين. مرحبا بتساؤلاتكم الطبية على 0522 88 00 60 61 62. نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا لأولى فقرتنا، خليكم دائما أوفياء للا مولاتي ما تمشيو فين. كنجدو ترحاب وتحية صباحية لكل المستمعين الأوفياء، وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة، وغادي نمشيو مباشرة لشيوات للا مولاتي عند المستمعة فاطمة زهرة نمير. صباح الخير فاطمة زهرة. صباح النور. لاباس عليك، صبحتي؟ الحمد لله كبير ياين، كل شيء على خير. مرحبا، تحية صباحية للمستمعات ديالنا. الله يبارك فيك، الله يعطيك الخير، كيسلم عليك بزاف. مرحبا. نبداو اي ان شاء الله على بركة الله ومشكورة جدا. اليوم نديرو شوية ديال لي صالي. اي مزال اي داكو. غنبداو بواحد لا تورت او طون فطيرة طون، واخا لا بات العجينة كنديرو فيها ربعة ديال الفرص، اي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الماء، ملحه والبزار، وكنحاولوا نجمعوها، وديما كيكون قد الملح قد قد الماء قد الزيت باش نجمعوها. ما كتجيش قاصحه وما كتجيش جاريه، كتجي اون بات بحال هاد لاباط اللي قلت لك. كنقدر نديرها انا حتى في لي كيش لي فون دو بيتزا. واخا عاودي لنا العجينه الا سمحتي. كنديروا لا فارين قد الماء قد الزيت الملح والبزار. واخا ديك الكوزه، شويه ديال الكوزه كتبقى اختياريه حيت كاين اللي كتجيه مجهده. اييه ياك كنجمعوا العجينه بيدينا، ما تحتاج لا تسدلك لا والو، راه كتكون ساهله باش تجمع، ما كتعذب ما والو. حيت دابا بحال داك الزيت والما كيسهل عليك العجينه. وكنقسموها اون دو، كنحطوها حدانا، كنصوبوا لافارس اللي هي كنشدوا جوج فليفلات كنشويوهم، وكنشدوا جوج مطيشات كنحكوهم مع درس واحد ديال الثومه، مع معلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس مطحونين، مع شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره، شويه زيت العود، ودوك الفلفلات اللي شويناهم كنقطعوهم رقاق وكنزيدوهم فوق ديك لاصوص طوماط اللي صوبنا. كنسلقو ثلاثه البيضات وكنحطوهم حتى هما يبردوا، وكنسرحوا العجينه ديالنا الكره الاولى كنسرحوها في المول اطارت، كنسرحوها مزيان في داك لو مول اطارت ياك خضر في خضر، كنسرحوا لاصوص اللي صوبنا مطيشه والفلفله، كنحطوا فوقها الدواور ديال البيض مسلوق اللي قطعنا، وكنحطوا الطون على قد اللي بغينا. انا بحال في هذه كندير واحد دو بو جوج حكاك ديال الطون، حيت عرفتي الوليدات كيبغيو الطون، كنديروا الطون راه كياكلوا ديك الفلفله وما كيردوش كاع الملح فعلا، كتجي ان ديليس. كنشدوا داك الكره ديال العجينه الاخرى اللي خلينا حدانا، راه واخا في لي زيتاب راه ساهله ماهله، كنشدوها كنسرحوها، وهي اللي كنغطيو بها هذاك الشيء اللي صوبنا، كتغطى كتجي اون تورت فطيره. كنقبوها شويه بموس ولا بشي شوكه، وكندهنوها بالبيض بصفر البيض، وكنزوقوها باللوغو اللي بغينا، يعني بافو ولا جنجلان ولا اللي عندنا، وكطيب كنشعلو من التحت كطيب مزيان. دايوغ راه كلشي طايب، يعني غير العجينه اللي خصها طيب، لاباط اللي خصها طيب. كطيب مزيان وكنحمروها من الفوق. سيتي اون تورت طون اللي كتجي لذيذه بزاف. اييه كيف ما قلتي الطريقه ديالها سهله، الله يعطيك الصحه. سهله واحد سميتو مراحل مقسمه، ولكن ندوزو الوصفة أخرى ولا نعاودها؟ أييه لا مزيان، الله يعطيك الصحة. نمشيو للاقتراح الثاني. نمشيو للاقتراح الثاني، غنديرو المكرونية بالبيض. واخا.
كناخذوا ديك لي ماكاروني المكارونيه كنسلقوها واحد 300 غرام حتى 500 على حسب الذوق على حسب شحال كياكلوا الاسره. كنسلقوها كنشدوا البزار ومليحه وداكشي كنبنوا داكشي كنخلطوا كلشي هادشي غيتخلط دقه واحده راه غيطيب دقه واحده. ملي كتسلق كنصفيوها كنديروا فيها 4 ديال الفرماجات المربعين كاس ديال الحليب 250 غرام ديال الكفته مفرته شويه ديال الكوزه جوج معالق كبار ديال الربيع سته ديال البيضات مدربين و100 غرام ديال الفرماج محكوك. كيتخلط هادشي كله كنديروه في لوم اكغاطنا وكطيب كتجي حتى هي لذيذه بزاف وكتعجب الوليدات. الوليدات فعلا واخا نعاودها جاتك بخير. كناخذوا تقريبا نص كيلو ديال المكرونيه مع معلقه ديال الزيت مع شويه الملح والبزار مع ثلاثه المعالق ديال الزبده نسيت الزبده مع 4 ديال الفرماجات مربعين مع كاس ديال الحليب مع 4 ديال الكفته مفرته يعني غتبقى سميتو مع شويه الكوزه محكوكه جوج معالق كبار ديال الربيع سته ديال البيضات و100 غرام ديال الفرماج محكوك. فهي كتجي هائله. غندوز لواحد الغاطان حتى هو مي ضروري هذا غير بحال كنرفقوه مع اللي درنا لي زيسكالوب ولا درنا شي حاجه كيجي معاها زوين. كنشدو نص كيلو ديال البطاطا تقريبا كنقطعوه مربعات كبار وكنقليوها. كنقليوها مي ماشي حتى كتحمر ماشي غتجي فريت مي شويه جمع وتبقى بيضاء. كنحطوها في المول طاخت كنستفو دوك الفطيطات ديالنا وكنكبو عليها تقريبا جوج كيسان كبار ديال الحليب. بيان سور قليناها بشويه ديال الملح يعني راه ديجا مالحه ما غنزيدوش فيها الملح. جوج كيسان ديال الحليب وكندخلوها للفران حتى كينشف داك الحليب. راه كياخذ حتى 20 دقيقه باش ينشف داك الحليب. يعني ايماجين راه الحليب كيدخل لديك البطاطا. ديك البطاطا كيشربها. راه كتجي ان ديليس منين كتخرج باقا سخونه كنلوحوا عليها شويه ديال الفرماج محكوك. اييه هذه تاهي تعجب الوليدات وساهله. هادي ديال الوليدات كتعجبهم وكتجي زوينه. انا هذه غير هي ضروري ديما كترفقيها يا المرافقه كيف قلتي ستيك الدجاج ولا شرائح ديال اللحم ولا واخا. نعطيك واحد الكغاطان ديال البطاطا والكفته. اييه تفضلي. كثرنا بالبطاطا ياك وراه هادشي اللي تيبغوا الوليدات المهم كيبغيو الدراري ديك الساعه كل كل ام يعني كل ام تحاول تزيد خضيره يعني اللي كي موجود في الكوزينه وفي الثلاجه. انا بحال راه قلنا راه دخلنا في بصح لا فعلا لا تبارك الله. البروكلي حتى هو يعني في الصراحه المذاق ديالو محايد زوين دخلوه حتى هو كيجي مزيان مع البطاطا في الكغاطان. قلت لك كنشدوا البطاطا كنسلقوها مزيان وكنعصوها يعني بالفرشيطه ولا شوفي كنزيدوا فيها الربيع بصله مقطعه رقيقه واحد تقريبا هاد الكغاطين كتبغي واحد الكيلو ديال البطاطا. كنشدوا كنديروا فيها بصله مقطعه رقيقه الربيع شويه ديال التحميره شويه ديال الخرقوم عرق شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وتقريبا كنديروا معاها خمسه ديال البيضات مضربين. منين كنخلطوها معاها راه كتجي علينا غتجي جاريه شويه ماشي بحال كي كنصاوبوا المعقوده. ياك كناخذوا داك المول داك المول ديال الزاج راه اللي كنديروا فيه الزاج. كنديروا المول كغاطان وكنشدوا النص ديال ديك البطاطا اللي صوبنا كندهنوا بيان سيغ بالزيت وكنسرحوها في المول. كناخذوا واحد الرابعه ديال الكفته وكنفرتوها فوق ديك البطاطا. كتفرتت كلها كنحاولوا نديروا شويه 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 كنكملوا ديك الرابعه ديك الكفته. واللي بقى لينا ديال البطاطا كنعاودوا نغطيوه بها وكناخذوا شويه ديال الماء وكنكو ذاك المول اللي كانت فيه ذاك الماعون اللي خدمناه فيه نحاولوا شويه الماء نشلوا به وهو اللي نكبوه من فوق ذاك الكغاطه. تقريبا واحد 4 المعالقات كبار نكبوه فوق من الكغاطه ونطيبوها ما كيدار فيها لا فخوماج لا والو. ملي كتقطع كتجي بحال ان كاطو الفوق بطاطا والتحت بطاطا والوسط كتجي ديك الكفيته. كتجي لذيذه حتى هي بزاف وساهله في الخدمه فهي كتجي من دوك الوجبات الساهلين اللي تقدري ياكلوهم الدراري ويعجبوهم. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اختي سناء ميرسي بوكو. الله يخطيك. هادشي اللي عندي اليوم. وكل خير. الا سمحتي عفاك عقل على الاقتراح اللي كنتي عطيتينا ديك السيمانه كويرات اللي فيهم جبن والعسل.
ايه عرفتي هذوك راه جربوهم البنات. لا تبارك الله والله الا واحد جوج السيدات يعني تبارك الله بغاو انهم يجربوها، وانا قلت لهم راه غدوز معنا. الا كنتي عاقله على المقادير مع قدام كل لا عاقلين عندها هما معايا في الكتاب. الله يجازيك بخير بارك الله فيك. كنديروا كاس ديال العنبه الحليب ذاتي اييه، وربع كاس ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال السنيده، ومعلقه كبيره ديال خميره الخبز. أيه؟ وكنحاولوا نجمعوها بالطحين نغربلوه فوق منها، راها كتجي مرخوفه شويه العجين ياك. أيه؟ ما كنخليوها لا تخمر لا والو، كنصاوبوا الخبيزات قد الكريكاعه يعني صغيورين. أيه؟ وكنحلوهم وكنخشيو فيهم كل فرماجه متلفه كنقسموها على جوج او ثلاثه. وكديريها وسطهم وكتحطي كويرات ديال التمباعدين وكتحاولي تدهنيهم بالصفر وكتخليهم يخمروا. أيه؟ واحد 20 مينوت واحد 20 دقيقه راه دغيا كيخمروا. وكتباع وضروري تباعدي بيناتهم، ضروري يكونوا قد الكركاعه راه حيت كيخمروا. وكتدهنيهم بالصفر ديال البيض كيجيو حتى هما زوينين. وراه جربوهم البنات دابا درتلك التصاور ديالهم. اييه لا شفتهم الله يعطيك الصحه صيفطيهم ليا. اييه وصافي منين يخمروا كتدهنيهم وتزوقيهم ديك الساعه اللي عندك ججلان ولا الطافو اللي كاين في الدار. اييه تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة. شكرا لك بزاف بزاف على كل هاد الاقتراحات اللي وجدتي لنا اليوم، ومرحبا بك في أي وقت. دار دارك نمير فاطمة زهرة، مرحبا بك في البرنامج، صباحك مبروك. نتمنى تكون كل الوصفات اللي قدمت لنا فاطمة زهرة نمير تكونوا يعني سجلتوها وتوجدوها يعني الأفراد الأسرة ديالكم لوليداتكم، لأنه فعلا اقتراحات اللي هما سهلة، وبالخصوص يعني بالنسبة للطاطا كيبغيوها بزاف الوليدات. ندخلوها ولكن دخلوها مع خضيرة كيفما كنا كنتكلموا دابا شوية، على أساس أنه كاين بعض الخضر إلا ما بغاوش الوليدات مثلا عندك خيزو او لا اي نوع الخضره مثلا قرعه الخضره ولا غيره اللي تيكونوا مقطعين يعني مربعات وباينين، راه يعني في الحكاكه الرقيقه ولا الغليظه نهائيا ما تيبانوش فاش كيتخلطوا، حتى ملي كيبانوا كيبانوا غير مرشوشين، فما كيقدر انه يستطعمهم وياكلهم عادي. فهذه من جهه، من جهه اخرى بحال دابا داك البروكلي يعني داك الخضر اللي داير بحال الوريضه، يعني هذاك المذاق ديالو محايد وفيه فيتامينات كثيره بزاف بحالو بحال الخضره. وحتى في المول ديال الكغاطان بحال دابا مثلا الا درنا البطاطا يعني في المول ديال الدجاج دهناه بالزبده ودرنا داك البطاطا مثلا سواء يعني قليناها او درناها مباشره في المول ديال الكغاطان، ودرنا يعني البروكولي يعني مفور، يعني مفور كيبقى محافظ على الفيتامينات اللي فيه، وقطعناه طريفات صغيورين حتى دوك السيقان ديالو راه فيهم فوائد وتيجيو زوينين الا قطعناهم بحال البصله الخضريه، يعني قطعهم طريفات صغيورين دوائر. وحتى هما لكم الاختيار، اما نشحروه البصله مع البروكولي مع دوك السيقان ديالو مع البطاطا، نشحروهم فواحد شويه ديال الزيت ونرشوا شويه الملح والابزار يتجمع لنا شويه ويتحمروا، وديك الساعه نديرهم في المول ديال الكغاطان ونديروا عليهم بيض وشويه ديال الحليب باش جينا ديك الاومليت هكا مفشفشه طالعه، ونديروا العطريه اللي بغينا المعدنوس الثومه او الاعشاب منسمه ونديروها وندخلوه الفران حتى كيتجمع داك البيض على هاد الخضيره، وديك الساعه كنرشوا بالفرماج. الوليدات كيبغيو الفرماج بالانواع ديالو اللي بغيتو، فكيجي واحد الكغاطان اللي فيه البروكولي فيه البطاطا وكيجي زوين بزاف. وما تبقى يعني بالنسبه للخضره نحكوها راه كتجي مزيانه. حتى في لي بات الانواع ديال لي بات كاملين يعني تعودنا مثلا في لاصوص بولونيز كنديروا خيزو، فراه لا حكينا بصله وحكينا خيزو وحكينا القرعه والقرعه الخضراء يعني اي نوع قرعه اولا البروكولي حتى هو حكينا ولا قطعنا طريفات صغيورين وشحرناهم مع البصله وعاد زدنا الصلصه ديال المطيشه، وديك الساعه ملي كنديروا الكفته اولا الدجاج اولا اي حاجه درنا ودرناها مع سباكيتي اولا البيني اولا اي نوع ديال لي بات، راه الوليدات تياكلوا لي بات تياكلوا دابا تبارك الله كاين لي بات ديال القمح حتى هما زوينين، وتياكل ديك صلصه المطيشه مع الفرماج ونهائيا ما تيبانش، وتتكونوا دخلتوا واحد جوج الانواع ولا ثلاثه ديال الخضره. فنتمنى انه يعني الخضر والفواكه مهمه بزاف، والفواكه يعني الوليدات اللي يمشيو للمدرسه ضروري انه يديو معاهم فاكهه يعني ولا شويه ديال الفاكهه بحال المشمش يابس والبرقوق. حاولوا انكم تعطيو وليداتكم بزاف راه في فوائد كثيره. الا كانوا وليدات مازالين صغار نحيدوا غير داك العظم يتمسح مزيان بالمزهر ونعطيو الوليدات ياكلوه. المشمش راه مقبول بزاف عند الوليدات في فوائد كثيره، القرقاع كذلك مزيان للدماغ يعني ديال الوليدات، وعلى العموم هو مزيان الناس كاملين، غير هو نحاولوا نركزوا على هاد الاقتراحات. بالنسبه لهاد الاقتراح اللي طلبوا المستمعات ديال الكوير ديال هاد الخبيزات بهذا الشكل، راه كيف قالت فاطمه زهره في كاس العنبه ديال الحليب دافي وربع كاس ديال الزيت ومعلقه كبيره ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، وكنجمعوا بالدقيق اللي غادي كفانا ما نكثروش بزاف باش ما تجيناش مدقصه، يعني عندنا ميزاننا تجينا عجينه رطبه ومرخوفه. كاس الحليب دافي، ربع كاس ديال الزيت المائده، معلقه كبيره السنيده،
معلقه كبيره الخميره المعجونه ديال الخبز ونجمعه بالدقيق اللي غادي كفانا. غير تجمع لينا العجينه تكون عجينه رطبه ومرخوفه. نعبروا بالكاس العنبه الزيت والحليب. ملي تجمع لينا يعني نحاولوا اننا نديروا مكورات، ولكن الخبيزات صغيورين ممكن نديروا مكورات كيف ما اكدت على قد يعني القرقاعه يكونوا صغيورين باش يعني مازال غادي يعني مازال غادي يخمروا. وملي نديروا هاد الخبيزات صغيورين قد القرقاعه ديك الساعه غادي ندخلوا فيهم طريفات ديال الفرماج مربع ولا مثلث او لا اي نوع الفرماج نتوما بغيتوا طريف منه كندخلوه وكنحاولوا اننا نلولبوه على شكل خبيزات صغيورين قد القرقاعه. من بعد ما دخلنا فيها داك الطريف ديال الفرماج نستفوهم في اللاطه ديال الفران متباعدين لانه مازال غيتنفخوا ملي غادي يخمروا، وكنخليوهم ثلث ساعه 20 دقيقه هما كيخمروا. ملي تيخمروا صافي ديك الساعه كندهنوهم بصفار ديال البيض، ممكن يعني نرشوا بالزنجلان اولا بالبافو على حسب اللي بغيتو، وندخلوهم الفران يعني يطيبوا. وملي كنخرجوهم راه ديك الساعه تزيين اللي بغيتو، اما يتكالوا هكا بالعسل حتى هما كيجيو مزيانين بديك المذاق ديال الملوحه وديال يعني ديال 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 العسل. نتمنى تكون وصلتكم هذه الافكار ديال هذه الاقتراحات، نوزل عن طلب كثير من السيدات. دابا غادي نتوقفوا مع فاصل ومباشره غادي نرجعوا نتعرفوا شكون الفائزه المحدوده معنا اليوم في المسابقه. إذن غادي نمشيو مباشرة نتعرفوا على شكون المستمعة الفائزة المحدودة معنا اليوم في المسابقة واللي معنا مباشرة على الهاتف. فهنيئا المستمعة فاطمة الزهراء أرحمات من الدار البيضاء. صباح الخير فاطمة الزهراء. صباح الخير لالا كديرة لاباس عليك. أرحمات ولا رحمات؟ أرحمات. أرحمات مبروك عليك الفوز في السيب منتوجات تنظيف المنزليه مهدات من اكسيت، ومباشره دزتي لسحب القرعه. الفوز ان شاء الله تكوني من المحظوظات لانهم يفوزوا يعني بطاقم ديال الذهب نهايه الشهر. تبارك الله عليك. شكرا لكم بزاف على هذه المسابقه وكنشكركم بزاف. الله يبارك فيك. صباحك مبروك ومبروك عليك مره اخرى فاطمه زهراء رحمات من الدار البيضاء. اذا حتى نتوما مستمعينا اللي بغيتوا تشاركوا في المسابقه مازالت مستمره، يكفي انكم يعني تصوروا يعني يعني بالمنتوج ديال التنظيف المنزلي اكسيت بعد ما جربتوه، سواء فاش ما اختاريتوه سواء في الارضيات سواء في مسيح الزاج كاين منتوجات كثيره، وحاولوا انكم هذاك المنتوج تحطوه في البلاصه اللي نتوما نظفتوا وديروا واحد الوريقه فيها السميه والكنيه ديالكم والمدينه باش تكون صوره متكامله فيها كل شيء، وبعتوها على الرقم 06 50 87 70 55. هذا رقم الواتساب بعتوا به هذه الصوره، وفوق ما يعني باش تضعفوا الحظوظ ديالكم فوق ما جربتوا منتوجات اكسيت للتنظيف المنزلي حاولوا انكم تبعتوا. وخاصه مشكورات كثير من السيدات اللي كيبعتوا بزاف ديال الصور يعني كيفاش هذيك البلاصه كانت من قبل وكيفاش يعني بعد ما جربوا المنتوج وبعد ما يعني نطفوها كيفاش ولات. غير هو كاين بعض السيدات اللي ربما مازال ما فهموش قانون ديال المسابقه وكيبعتوا يعني ببلاصه اللي هي نطفوها غير هو ماشي بالمنتوج، لانه هذه المسابقه هي مهدات من اكسيت ديال المنتوج منتوجات يعني التنظيف المنزليه، فحاولوا انكم تختاروا هذاك المنتوج ماشي شي منتوج اخر. بالنسبه للسيدات يعني تبارك الله عليهم يعني كلهم كيبعثوا يعني بطريقه صحيحه ومحترمين القوانين ديال المسابقه، واكيد ان شاء الله يوميا من خلال هذه المسابقه مازالت مستمره يوميا مستمعه محظوظه كتفوز بمنتوجات تنظيف مهدات من اكسيت يعني، وفي نفس الوقت هذوك الصور اللي كتبعت وقد ما ضعفت الحظوظ ديالها راه كدوز مباشره لصاحب القرعه، لربما تكون هي او لا مستمعه اخرى هي الفائزه المحظوظه في نهايه الشهر. غادي تكون معنا مستمعه وحده محظوظه للفوز بطاقم ديال الذهب، ونتمنوا ان شاء الله حظ سعيد لجميع مستمعات لالا مولاتي. دائما من خلال فقرتنا المتنوعه وغادي نمشيو مباشره لجوج اقتراحات اللي غادي نقدموا لكم اليوم، وغادي نبداو بخبيزات معمرين بالخضره والطون، وهذا اقتراح نتوما عقلوا على العجين. وبالنسبه يعني الخضره اللي موجوده بالنسبه للاقتراح اللي بغيتو مره الطون مره ديروا كفته مره كفته ديال الدجاج على حسب، مره غير خضيره بوحدها مع الاعشاب المنسمه راه كتجي مزيانه. بالنسبه للعجين 500 غرام ديال الطحين فورس، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، ومعلقه كبيره حتى هي ديال السنيده، معلقه كبيره ديال المايونيز، شويه ديال الملحه يعني قبيصه ديال الملحه. غادي نحتاجو كاس ديال العنبه ديال البن داك اللي كيتباع في الكرتونه ولا العادي، غير ما يكونش حامض بزاف، الا كان بلدي ما يكونش حامض بزاف، والا ما كانش نعوضوه بالحليب، وجوج المعالق كبار ديال الزبده. هادو المقادير ديال العجينه باش يجيونا هذوك الخبيزات كيجيونا هشاش بزاف. قلنا في العجين ديال هاد الخبيزات غادي نحتاجو 500 غرام ديال الطحين فورس من نوع الجيد مغرب المزيان، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال المايونيز،
قبيصة ديال الملح، كاس العنبة ديال اللبن داك اللي كيتباع في الكرتونة، أولا اللبن البلدي العادي غير هو ما يكونش حامض، ولا نعوضه بالحليب. جوج معالق كبار ديال الزبدة. أما بالنسبة للحشوة باش غنعمرو هاد الخبيزات، فغادي نحتاجو يعني البصلة والفلفلة ألوان الحمراء والخضراء والصفراء، ولا حسب اللي متوفر، خيزو القرعة الخضراء حتى هما، وشوية من العطرية. غادي نمشيو بالنسبة للعجين، غادي نجمعو العجين بالطريقة العادية، كنعجنو هذيك العجينة بالمقادير ديالها كاملة، وكنخليو الزبدة كنضيفوها هي الأخرى، ومن بعد كنعاودو ندلكوها مرة أخرى صافي، وكنديروهم يعني كويرات، كنديرهم كويرات هما الاولين، غير هما دوك الكويرات ونحاولوا نجيبوهم باش يجيونا الشكل ديالهم بيضاوي بحال البيضه، ما يبقاوش هكا مكورين مدورين، غادي يكونوا شويه مستطيلين. فبالنسبه للطريقه هو اننا ناخذوا الكويره وحنا كنكوروها هكا بالكف ديال يدينا، ونحاولوا اننا نديروها شويه طويله باش كتسرح شويه اوفال، كتولي بحال البيضه. ثم مباشره بالنسبه للطريقه، نخليوهم يعني قلنا 500 غرام ديال الطحين فورس، نضيفوها مع معلقه كبيره من المعجونه ديال الخبز، 500 غرام ديال الفورس مع معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال المايونيز، قبيصه ديال الملحه، كاس العنبه ديال اللبن اولا يعني الحليب، غير الا درنا اللبن يكون الكرتونه اولا العادي وما يكونش البلدي، ولكن ما يكونش حامض. وغادي نخلطوا هادشي كله مزيان، نخلطوا هادشي كله مزيان. ثم ملي تجمع لينا العجينه، ديك الساعه ندخلوا دوك جوج معالق كبار ديال الزبده هما الاخرين، ونعاودوا ندلكوها مره اخرى صافي. ملي دلك لينا مزيان، نمشي ونديروها على شكل كويرات، نحتفظوا بها على جنب ترخف، وغادي نمشيو نصايبوا الحشوه. في الحشوه غادي ناخذوا المقله، غادي نديروا فيها شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نديروا بصله مشلده رقيق، ونديروا الفلفله الوان الحمراء والخضراء والصفراء، اولا عندنا الخضراء بوحده ولا عندنا الحمراء بوحده، المهم اللي موجود عندنا. غادي نقطعوهم مربعات صغيورين، يعني صغيورين بزاف، مع ديك البصله. خيزو حتى هو نحكوه، القرعه الخضراء حتى هي الكورجات نحكوها، ونشحروا نديو ونجيبوا هاد الفلافل الالوان والبصله وخيزو والقرعه الخضيره، نديو ونجيبوها مزيان حتى كتنزل. من بعد كنديروا شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملح، وكنديروا المعدنوس. نتوما لكم الاختيار في العطريه، ردوا البال غير الملحه. اما بالنسبه للمقادير، كاين اللي غادي يدير شويه ديال التحميره وشويه ديال الشونيه الحاره مع المعدنوس، وباش يعطيه اللون يعني هكا احمر، وفي نفس الوقت كاين اللي كيبغي الحار، كاين اللي غادي يدير غير شويه ديال الخرقوم طريقه صغيره ويجي اللون ديالو شويه صفر. بالنسبه ممكن كاين اللي غيزيد الاعشاب منسمه، ممكن انكم تزيدوا زعتر، فلكم الاختيار بالنسبه للنسيمه اللي بغيتو، كل مره جربوا بحاجه صافي. خارج العافيه، غادي نضيفوا المعدنوس والعطريه، العطريه غادي نضيفوها مع الخضره، ملي تنزل نضيفوا الخضره، نضيفوا العطريه، فنساليو ونطفيو على البوطه ديك المقله، وخارج العافيه نديروا هذا الخليط، نزيدوا عليه معدنوس باش يبقى طري، ولا حتى الاخر هو سخون راه غنزيدوا المعدنوس غادي ينزل شويه. ومن بعد كنزيدوا علبه ديال الطون، علبه ديال الطون مصفيه مزيان من الزيت، كنزيدوها على ديك الحشوه وكنخلطوا. الطون ما كنضيفوش يعني في المقله، لانه الطون طايب يعني، غير خارج العافيه نطفيو عليه ونديروه هذاك الطون، نزيدوه علبه جوج على حسب الكميه اللي درنا العجينه صافي. وكنخلطوا مزيان بالفرشيطه باش كيتحل لينا داك الطون في ديك الخضره، وكنخليو هاد الحشوه حتى كتبرد لينا مزيان. وبعد ما كنكونوا خلينا داك العجين يعني قطعناه على شكل كويرات، فكنحاولوا كناخذوا كل كويره كنديروها على شكل يعني اوفال، على شكل ديال البيضه، على شكل ديال البيضه كيكون شويه مستطيل صافي. وكناخذوا كل وحده، نبداو بالاولى اللي كتكون شويه مرخوفه، وديك الساعه كنسرحوها وكتولي طويله، لانه كيف قلنا درنا كويره ولكن ما خليناهاش كويره، درنا كويره وسرحناها من اليمين واليسار حتى ولات بحال شويه مستطيله، مستطيله ولات بحال البيضه. ومن بعد ملي كنخليوهم يترخفوا، مشينا صايبنا الحشوه، نبداو بهذيك الكريسه الاولى وكناخذوها وكنديروها فوق البوطاجير، وكنحاولوا باش نديرو حتى حدانا شويه ديال الطحين ما نكثروش، ونحاولوا نبسطوها، راه ملي كتبسط كتولي مستطيله طويله، كتولي طويله. وديك الساعه كنحاولوا على اننا نديروا الحشوه ونعاودوا يعني نديروا الحشوه، والحشوه ضروري تكون بارده، يعني نخليو هذيك الحشوه داكشي اش نصايبوها في الوقيته اللي هما يعني كيرتاحوا دوك الخبيزات دوك الكريسات، ونخليو الحشوه حتى كتبرد مزيان باش ما تقطعش لنا العجينه. ملي تبرد لنا الحشوه مزيان مزيان، ديك الساعه كناخذوا العجينه كيف قلنا كنبسطوها بشكل مستطيل شويه، وكنديروا الحشوه في الوسط بشكل طولي. ومن بعد كنبقاو نجمعوا الجنيبات، كنبقاو نجيو من اليمين واليسار، من اليمين واليسار حتى كيتلاقاو في الوسط في الحشوه صافي. وكنبقاو نديو ونجيبو في هذاك الحريبل بحال ميني، بحال باريزيانات صغيورين اولا الميني ساندويتش هكا على شكل كوميرات صغيورين. راه الطريقه سهله، يعني غير هذيك الكريسه، عاود ما ديروها كويره مباشره، ديروها كويره ولولبوها شويه بشكل طولي
واحد شويه باش تجينا بحال البيضه على قد البيضه وشكل البيضه، ونخليوهم يرتاحوا نمشيو نصايبوا الحشوه. ملي نصايبوا الحشوه نطفيو على العافيه الحشوه ونزيدوا المعدنوس ونزيدوا الطون ونحلو مزيان بالفرشيط على ديك الحشوه ونخليوها حتى كتبرد. غتكون العجينه ترخفات، نبداو بهذيك الكويره الاولى، وهذيك الكويره نفرشوها في فوق البوطاجير، نقرصوها واحد شويه. هي راه هي مع واخده الشكل ديال بالطول، راه ملي كنقرصوها صافي كتولي شويه مستطيله. كنديروا الحشوه بارده في الوسط، وكنبقاو نشدوا الجهه اليمنيه ونجيبوها على الحشوه، ونجيبوا الجهه اليسريه على الحشوه حتى كتولي لينا يعني داك الحشوه مسدود عليها من اليمين ومن اليسر، وهي كلها على شكل حريبل بحال باريزيانه بحال الكوميره. وديك الساعه كنلولبوها فوق البوطاجير باش كتاخذ داك الشكل. صافي كنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى كنكملوا. الا ما عرفتوش هذا الشكل راه ممكن انكم ديروا قريصه عاديه وديروها بالكف ديال يديكم وتدخلوا الحشبه وتحاولوا انكم تعاودوا تلولبوها على شكل قريصه، يعني راه كل شيء سهل. ومن بعد تفوهم يعني في اللاطا ديال الفران وخليهم يعني كيخمروا. ملي كيخمروا مزيان عاد ديك الساعه كندهنوهم ببيضه كامله اولا صفار بيضه مخلطه مع شويه ديال الحليب مع شويه ديال الخل، وديك الساعه كندهنوهم نرشوهم بالزنجلان وبالبافو ديك الخشخاش. ممكن انكم تخلطوهم بجوج زنجلان والبافو في دقه واحده وترشوا عليهم. ممكن انكم ديروا مثلا 10 الكوميرات فيهم الزنجلان، 10 الكوميرات فيهم مثلا البافو اللي هو الخشخاش اللي داير بحال الحبه السوداء الكحله. صافي وديك الساعه كتدخلهم الفران كيطيبوا كيتحمروا، راه كيجيو هشاش بديك العجينه، وفي نفس الوقت الحشوه كتجي زوينه بزاف والطريقه سهله. نتمنى تكون وصلتكم الفكره وتوجدوهم، لانه ممكن الوليدات على انهم يديو معاهم مدرسه هكا في الكوتي ياكلوهم مع هكا فواكه او لا شي شليضه يعني خفيفه هكا بالخص، ويعني اي حاجه مطيشه اللي ما تصبرش يعني من الاحسن انك المهم خضيره بحال دابا بطاطا حلوه البروكلي هادو كلهم كيمشيو شلاضه ممكن انه يديو معاهم. وديك الساعه ملي كيجيو من المدرسه ملي كيجيو من المدرسه راه كاين اللي كيقلب، كاين اللي مثلا كيديو مثلا بسيطلات صغيورين اولا مثلا سيجار معمرين مع مثلا شويه ديال الفواكه وخضيره خفيفه، وحتى كيرجع الوليد من الدار من المدرسه عاد ديك الساعه كياكل يعني غدا وعشاء، يعني كياكل شي حاجه اللي مصايبه في الدار طويجين وغيره. فنتمنى تكون وصلتكم هذه الفكره ديال هذا الاقتراح. فاصل وغادي نرجعوا باش نقدم لكم بانكيك بسميده رقيق. مستمعينا دائما رفقة الدكتورة أمنية بن كيران طبيبة متخصصة في علاج أمراض الشرايين الدوالي والدواليل الواردية. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اليوم غادي نتكلموا على تأثير مرض السكري على أمراض الشرايين. أكيد على أنه ما غاديش نتكلموا على التفاصيل ديال مرض السكري، ولكن غادي نتكلموا على يعني كيفاش أنه مرض السكري يعني كيأثر على الشرايين، وكيفاش خصنا نردوا البال للشرايين اللي هو يعني التخصص ديالك. غير هو نبغيو نعرفوا أولا كيفاش أنه ملي تنتكلموا على مرض السكري تنتكلموا على أسباب على أعراض على تشخيص بشكل آخر، فكيفاش ممكن أنه مرض السكري يأثر لنا على الشرايين؟ أولا كنشكرك على الإشارة اللي شرتي لها الأول. ما غاديش نهضروا على مرض السكري صديق الأشكال ديالو الأعراض ديالو والعلاج ديالو، لأن أنا ماشي طبيبة متخصصة في داء السكري، أنا طبيبة متخصصة في الشرايين، وبالتالي كنشوف شنو هما المشاكل اللي كيعطي داء السكري على الشرايين بالخصوص شرايين الأطراف. لأن كما بزاف الناس كيعرفوا اللي عندهم داء السكري أو السكر كيكون عندهم تأثير على العينين تأثير على الكلي، ولكن كاين تأثير على شرايين الأطراف. اللي الحاجة اللي خصنا نعرفه هو ان التاثير على شرايين الاطراف ما كيعطي حتى شي اعراض، ما كيجيهمش في الاول داك الالام ولا داك مثلا داك الكلوديكاسيون انترميتونت، يعني انهم كيبداو يتمشاو ورجليهم كيتوقفوا عليهم ما تيقدروش مازال يقدروا يديروا واحد الخطوات، ولا كيعطيهم الام ولا رجليهم كيبداو يبردوا عليهم ولا كيبداو واحد البقع. هاد المسائل كلها ما كتوقع حتى داك العرق او الشرايين كيتخنق بواحد النسبه عاليه ديال هي ما بين 80 و90%، الا بغيتي نقول حتى كيفوت الفوت. داكشي علاش مرض الناس اللي عندهم داء السكري ما خصهمش يتسناو حتى يجيهم الاعراض، خصهم قبل ما تكون عندهم الاعراض واخا ما يحسوا حتى بشي حاجه، ملي كيعرف عنده داء السكري او عنده 5 سنين او 10 سنين او 20 عام ديال داء السكري، ولا بدا من استشاره طبيه
في الناحية ديال الشرايين، لأنها مهمة ولأنها ما كتعطي لا الأعراض ولا المضاعفات حتى كيفوت الفوت. ومن المؤسف شحال من واحد ما كانش عارف عنده نهائيا السكر، احتاج في وقت ديال بتر الأطراف، حتى واحد الصبع خماجلو أو واحد رجل زراقت وماتت نهائيا، عاد تعرف راسو عنده داك داء السكري أو كان عنده السكر ولكن ما كانش عارف انه كيقدر ياثر على رجلين. هذوك الرجلين اللي كيخماجوا او الصبع اللي كيخماج راه 90-99% كتكون جايه من مشكل ديال الشرايين. وكنعود ان احنا دابا المغاربه فينا واحد الطبيعه، الا ما كانش واحد الحاجه كضرنا وما كنحسوا بوالو، من المؤسف ما كنمشيوش عند الطبيب باش كنقلبوا. كاين اللي تيقول لك وانا كنخاف الطبيب غادي يقول لي شي حاجه، ومن الاحسن تخاف وتداوي كتخليها تفاقم وتزاد، وفي الاخر كتقم عليك مضاعفات اكثر يعني، والثمن اكثر والنتيجه ما كتكونش في المستوى اللي بغيناه. يعني كيف ما وضحتي دكتوره، على اساس انه وحنا كنتكلموا اليوم على علاقه شرايين يعني مع مريض السكري، انه الشخص اللي هو مريض يعني بمرض السكري الله يعافي الجميع، على اساس انه ضروري تكون استشاره طبيه متواصله على الاقل كل 6 شهور او كل سنه، يدير واحد الفحص يشوف يعني الاطراف ديال الشرايين، يشوف الامور كيف ما هي، خاصه وانه يعني مريض السكري ملزم انه يدير فحص دوري على يعني العينين، يعني عند طبيب ديال العينين، عند امراض الكلي، باش ما كتكونش شي مضاعفات، لانه كاين ترابط ما بين هاد الاعضاء اللي تكلمنا عليهم كله. الله يحسن العوان، ماشي بالسهل ان الناس اللي عندهم داء السكري هو مرض مزمن تقول لهم خصك ولا بدا من الحمية ولا بدا من الرياضه ولا بدا تشوف طبيب العينين ولا بدا تشوف دير التحليل. كان ما يشوفهمش كل 15 يوم كل شهر، لا يعني مره في السنه، مره في حنا شهور مثلا ديال امراض الشرايين، مره في اول نوبه بعدا كيعرف راسو عنده مرض الشرايين مرض السكري كنقلبوا هذوك الشرايين باش كيكون عندنا بحال واحد التيمونياج، بحال واحد البلان عندنا اللي غادي نقدروا نديروا عليه واحد المراقبه. كاين اللي كنقولوا ليه مثلا الا لقينا درجه الاستداد الشرايين كثير كنقولوا اجي على عام، كاين اللي كنقولوا اجي على سنتين او ثلاثه على حسب الحاله. ما يكونش المهم هو يكون واحد المراقبه، وما تنساوش ان لان الناس اللي عندهم داء السكر كيكون عندهم واحد المشكل ان ما تيكونش عندهم الاحساس بالالام، ما تيكونش تيحسوا حتى بشي حاجه، حتى الا مشاو كيبداو يحسوا بالالام ولا بالاعراض ولا بالمضاعفات يكون ان المريض خدا واحد الشوط طويل وطويل بزاف، وفي اغلبيه الاحيان كيكون الاقتراح الوحيد من المؤسف بتر الاطراف ولا عمليه جراحيه. الو قبل يمكننا نقترحوا عليه بزاف الحوايج، مثلا الحمية، مثلا الرياضه اللي خصو يدير، الادويه اللي خصهم يديروا باش ما يوصلش لهاد المضاعفات. حنا ما تنقولوش ان اي واحد عنده داء السكري راه ولا غادي يوصل. كنتكلموا على الوقايه خير من العلاج، يعني كنصيحه طبيه مهمه جدا الحال. على اساس انه الشخص اللي مريض بداء السكري ضروري كيف ما هو متبع عند طبيب اختصاصي يعني ديال داء السكري، ضروري انه على الاقل مره في 6 شهور يمشي عند طبيب اختصاصي يعني في الشرايين، يدير الفحص كذلك عند طبيب العينين كيف ما غيمشي عند طبيب الكلي، مره في السنه يدير واحد يعني الدوره كيف ما تنقولوا على الصحه ديالو. هذا بالنسبه لمريض السكري. اما بالنسبه يعني حتى الاشخاص اللي هما عاديين كيحسوا براسهم يعني عاديين، فكتبقى الوقايه خير من العلاج، ضروري انه يكون داك الفحص على الاقل مره في 6 شهور مره في السنه، لانه هذوك المضاعفات وخاصه وانه كيف ما قلتي يعني اعراض صامته الى وصلنا انه يجينا الحريق او التنمال او يعني يدينا رجلينا ولا يدينا مثلا يتقالوا علينا، راه كنوليو في مضاعفات. مع مرض السكري غتكون الامور متطوره اكثر، فمن الاحسن على انه يعني اللي مريض بداء السكري يدير الفحوصات ديالو كيف ما قلتي مره في 6 شهور ولا مره في السنه كتكون يعني مزيانه، ما نتسناوش لانه للاسف. ودائما يعني حتى جميع يعني الاطباء المتخصصين كيكونوا حاضرين معنا دائما كيتكلموا على نفس النقطه، على اساس انه راه ملي كنوصلوا انه الذات ديالنا الجسم ديالنا يعطينا الحريق، راه كنوليو يعني الجسم ديالنا يعني بحال متناسق مع نفسه، يعني ما محتاج يعني ملي كيكون حريق او لا شي حاجه راه ماشي عادي،
دابا حنا ملي حرقنا الراس تنقولوا راه حرقنا الراس عادي، حتى كيوليو يعني يتكرر واحد 20 مره عاد كنقولوا ماشي عادي، في حين انه اي حاجه بحال داك النداء ديال الجسم يعني تماما. نرجع لها ان شحال من واحد تيكون عنده الاعراض، ان رجليه كتبرد عليه، ان خرجوا فيها بقع، ان ملي كيبدا يتمشى كيدير داك الانعراج المتقطع او الكلوديكاسيون انترميتونت، بمعنى انه كيتمشى غير شي شويه ورجليه صافي كيتوقفوا عليه، ومع ذلك تيقول هذه مساله عاديه، واقيلا غير عيان، واقيلا واقيلا واقيلا، وما كيمشيش يشوف الطبيب حتى كتوقع الواقعه ديال لا نيكروز ولا شي حاجه اللي هي من هذا القبيل، وداك الساعه تكون المأساة. ما نساوش ان 7% ديال الناس اللي عندهم سكر كيقدروا يوصلوا للحل ديال بطر الاطراف. تصور معايا بطر الاطراف راه صعيب بزاف بزاف، وخا الواحد تقول له حيد غير داك الصبيع او هذا، راه عنده واحد الواقع اجتماعي ونفساني اكثر من مهم. فباش ما نوصلوش لهاد الحاله، تصور معايا مليون حاله عالميا اللي كيوقع لها بطر الاطراف ديال الارجل، الناس اللي عندهم داء السكري. فإلا خدينا الاحتياطات الكافيه ان كنأخروا المضاعفات، ونقدروا ما نوصلوش لهاد المضاعفات الا كان الواحد كيدير الحميه وكيدير الرياضه وكياخذ الادويه. لان شنو كيوقع هاد داء السكري؟ الناس كتاخذ الدواء وصافي صافي، ما يقدر ما كديرش الحميه، ما كديرش الريجيم، ما كديرش الرياضه، ما كديرش المسائل اللي خصها دير مع داك داء السكري، لان الدواء بوحدو هو غير تكميلي تعاون، ولكن ماشي هو 100% المسائل اللي كتعالج. وفعلا دكتورة كيف ما قلتي، يعني شفنا أشخاص اللي هما يعني كيعانيوا من داء السكري لسنوات، متبعين يعني الأنسولين ديالهم أو متبعين الدواء ديالهم، متبعين واحد نظام غذائي صحي، يعني ماشي ريجيم وإنما نظام غذائي صحي، متبعين الرياضة ديالهم، لدرجة أنهم اللي كتشوفوا أو ملي كتشوفها يعني كتلقاها يعني إنسانة عادية، بالعكس نموذج، لأنه إلا ما قالتش لك راه فيها السكر يعني ما كتحش بها نهائيا. فراه الأمور هي سهلة، خاص غير الواحد يعرف كيفاش يعني تعايش مع المرض ديالو باش ما يكونش هذوك المضاعفات كيف ما ذكرتي. وهذه هي المناسبة في هذا الراديو الحمد لله اللي كيوصل بحال هذه المعلومات، لأن بزاف الناس ما تيكونوش عارفين. حنا فاش يجوا عندنا الناس المركز وفي زعما في حالات متاخره كنقول لهم زعما علاش تاخرتي، كل كحنا ما كناش عارفين ما كناش كنحسوا بالام، فطبيعي ان ما غاديش نجيو هكاك، ما كناش عارفين، خلاصه القول ما تيكونوش عارفين. فمن هذا المنبر هذا كنقول ان الناس اللي كيسمعونا يوصلوا الخبر للناس اللي ما عرفوش او ما سمعوش او من هذا القبيل. فعلا، واهم حاجه هو انه تكون يعني واحد الفحص، نمشيو عند الطب العام على الاقل ونطلبوا التحاليل يعني شامله، ونديروا فحص مره في العام، راه كافي كيبين لينا يعني شنو فين عندنا النقص، لا سواء في الفيتامينات ولا كاين شي مرض ولا بدايه ديال شي مرض ولا، يعني ضروري هذوك التحاليل دوك الفحوصات كيكونوا كافيين انه يخلينا كيف ما قلتي لنا، باش الواحد يتفاجئ كي اللي حتى كيجيه مرض اخر عاد كيعرف راه فيه السكري. هذا يعني اكيد انه في الحالات كثيره يعني كيجيو على اساس انهم يشوفوا غير لي فاريس مثلا، حتى كيلقى يعني من بعد الفحوصات ولا هذا كتلقاو على انه كنلقاو ان عنده داء السكري. واللي كنتفاجئ اكثر هو ان شحال من واحد كيجي بواحد النيكروز ديال واحد الصباع ولا واحد الرجل وما تيكونش عارف فيه داء السكري حتى كيفوت الفوت. إذن مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجع مباشرة نواصلوا رفقة الدكتورة أمنية بن كيران، طبيبة متخصصة في علاج أمراض الشرايين الدوالي والدوالي الوردية. اليوم كنتكلموا على تأثير السكري على أمراض الشرايين، تواصلوا معنا مرحبا بتساؤلاتكم الطبية على 0522-88-00-61-62. لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال البرنامج اللامولاتي وبحضور الدكتورة أمنية بن كيران، طبيبة متخصصة في علاج أمراض الشرايين الدوالي والدوالي الوردية. اليوم كنتكلموا على تأثير داء السكري على أمراض الشرايين، وغادي ناخذ المكالمات الهاتفية اللي معنا ونتعرفوا على كل تساؤلات المستمعات والمستمعين الأوفياء. معنا سيدريس من الشاون. ألو 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 ألو. السلام عليكم سيدريس، مرحبا سيدي. الله يحبك. الله يبارك فيك، الحمد لله، بارك الله فيك، مرحبا بالناس الشاون. الله يرحم والديك انت، بارك الله فيك. مرحبا دكتور، الله يجزيك بخير. كيران كنصطم على رجلي كيحرقوني من تحت بحال الشغل ديال العافيه، كيبقاو يحرقوني رجليا. القدم ديال رجليك؟
لا البنان يعني الصبحه كلها. وعندك سيدي داء السكران فيك مرض السكر؟ السكر والله ما دوزتها اليوم يدعم شي عمليه على عيني في تطوان هذه واحد 6 شهور ودوزت فحص طبي ديال السكر عاد عمل لي عمليه قال لي ما فيك والو. ايوا يعني لما فيك والو مزيان هذا حاجه نعم. كتفرح ولكن هاد الرجلين ديالك خاصك ولا نعم. بدات تمشي عند الطبيب اللي قريب منك الطب العام باش هو اللي غادي يوجهك ويقول لك هاد المشكل ديال الرجلين عند من غادي تمشي. واش غادي تمشي عند الطبيب ديال الشرايين ولا هو يقدر يعطيك واحد العلاج يقدر يكون داك المسمار اللي بين اللي كتخرج في الرجل هي اللي كضرك يقدر كاين اعراض كثيره كاين امراض كثيره اللي كتعطي نفس الاعراض فانا كنصحك تمشي عند الطب العام اللي قريب لك وهو اللي غادي يوجهك عن من غادي يمشي او يقدر هو غادي يعطيك العلاج المناسب. واخا دكتور الله يجازيك بخير. ما كاين حتى مشكل اسيدي مرحبا تبارك الله عليك السي ادريس وكنشكرك بزاف على تواصلك معنا. والدينا والديك اسيدي مرحبا. فعلا هي مزيان يعني لربما الا كان مثلا الشخص كيعاني من داء السكري كاين يعني ممكن يكون جواب مختلف الا كانوا كيضروا الرجلين ديالو او لا. الحمد لله يشوف الطبيب المختص في الشرايين اما دابا هو ما عنده الحمد لله حتى شي حاجه فمن الاحسن يمشي عند الطب العام اللي على الاقل غادي يشوفو غادي يقدر يوجهه ولا يقدر يعالجه. كيف قلتي يقدر يكون مثلا غير ربما يعني كاين شي كاين اللي مثلا غير اللي كيلبس غير اللي كان شي صباط مزير ويعني ولف انه يلبسو مثلا راه كيعطي واحد الاعراض بحال لا داك العظم كيعوج من بلاصتو ولا الصندال ولا البلغه فعلا كاين بزاف الناس اللي كضرهم البلغه كاين شي حوايج بساط ولكن من الاحسن واحد يدير استشاره طبيه كيف ما قلنا الطب العام ويكون خير ان شاء الله. معنا حليمه من الدار البيضاء. الو حليمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نشكركم على هذا البرنامج. مرحبا لاله دكتوره. الله يبارك فيك. ديك بغيت نسول على ولدينا ولدك تفضل. عندي السكر وعندي الضغط. اييه. ومتبعه مع مول القلب. مزيان. وعاطيني داك الشيء اللي كان باش كان قنيشات من اللي كيجري والدم باش كنعاون لان رجليا تيتنفخوا عليا من تحت وتيبداو يحرقوني وتيبداو يتلعبوا كنقرص كاع معطف عليهم. وعمرك لاله اسمح لي واش عمرك درتي تشخيص ديال الشرايين؟ لا دابا ملي كنقول لمول الطبيب ديال كنقول له الله يحفظك نعاد ليا شي واحد نمشي عنده باش يدير ليا يشوف ليا الشرايين تيقول لي راه حنا هما مالين داك الشيء. انا قال لي تيقول تيعطيني هو هاد الخنيشه قال لي راه كيجري والدم قال لي داك الشيء راه من السكر. لا الدواء الدواء بوحدو هذه حاجه مفروضه ديال تخثر الدم. حنايا كنهضروا على التشخيص ديال الشرايين. خلي طبيب القلب متخصص في الشرايين ديال القلب. مي واش تي الطبيب متخصص في الشرايين ديال الرجلين اللي كيدير كيتصنت حيت حنايا كيفاش كنقلبوا الشرايين اول حاجه كنصنتوا على هاد الشرايين كاين واحد الاله باش كنصنتوا على هاد الشرايين اللي كيعطيو واحد الصوت بحال الموسيقى وكل كل عرق عنده الصوت ديالو. ملي تيكون خلل في داك الشرايين كنعرفو وداك ساعات كنديرو لي كودوبلير داكشي علاش دونك هاد وكناخدو الطونسيون في الرجلين وكنقارنوها مع اليدين راه واحد التقليبه اللي هي كتكون دقيقه وخاصه وباش كل واحد تيعرف واش الشرايين ديالك مخنوقين شنو هي نسبه الاختناق واش عندهم تاثير على الرجلين ديالك شنو هو المشكل. عارفين ان السكر لاله كيعطي خلل عصبي وكيعطي المشكل ديال الاعصاب العصبه كضر لان السكر كياثر على بزاف الحوايج كياثر على الشرايين كيأثر على البروبليم ديال العصب مشكل نورولوجيك نوروباتي ديابيتيك. ف غير نقبطو نعطيو الدواء بحال هكاك شيء ماشي كافي خصنا نقلبو الشرايين نقلبو العصب ديالنا باش ما نوصلوش للمضاعفات ديال انسداد الشرايين اللي الاعراض ديالهم كتبان معطله وكنكونوا ان مضطرين نقترحوا عمليه ديال جراحيه واما نسرحوا واما نديروا البونتاج واما واما واما. فباش ما توصليش لهاد المشاكل من الاحسن كيف ما كان السكر ديالك واخا مقعد من الاحسن دير واحد التشخيص ومن تما
الطبيب المختص في الشرايين هو اللي غادي يقول لك لا لا، واش تجي على سنه ولا سنتين ولا ثلاثه، على حسب درجه الاصابه، واللي غادي يعطيك الادويه على حسب درجه الاصابه. ولات كتحس بعض الاعراض يعني لحد الان حليمه يعني متبعه يعني عند مريض عند طبيب السكري متبعه يعني ضغط الدم ديالها متبعه، كذلك يعني القلب مزيان، هذه من جهه مزيانه يعني غير هاد المضاعفات اللي كتحس بهم ضروري انه تمشي عند اختصاصي يعني في الشرايين، طبيعي الشرايين ديال الجسم كنتكلموا هنايا لانه راه في بدايه الحلقه يعني الوقيته اللي يلاه بدينا كنستضفوك يعني كمختصه في الشرايين وفي الدوالي والدوالي الوريديه، كان واحد الخلط كبير يعني على اساس انه كانت مكالمات كثيره كتجي، وكان دائما الناس كيسولوا ملي كتسولي على الفاريس يقول لك راه مشيت عند اختصاصي ديال القلب، راه كاين قلب كاين شرايين ديال القلب وكاين يعني المختص ديال كيعرف يشخص يعني دوك الشرايين ديال القلب كيفاش هما، وكاين اختصاصي ديال الشرايين ديال الجسم ديال كله الجسم. شرايين ديال الجسم ما عدا شرايين القلب هذوك بوحدهم شرايين بوحدهم هذوك من اختصاص الطبيب يعني من الاحسن تمشي باش تدير يعني فحص عند اختصاصي في الشرايين ديال الجسم ولكن ماشي ديال القلب، واخا باش لانه دائما كتجينا نفس التساؤل يعني نفس التساؤل على اساس انه راك كيعرفوا، لانه فعلا قبل كنا كيكون واحد الخلط ما بين الشرايين كنعرفوا شرايين وحده اللي كاينه ديال القلب وراه غيكون غيعرف الشرايين الاخرى، كيف ما قلتي كيكون واحد الفحص دقيق جدا وانك كتصنتوا على كل شريان وكتشوفوا مثلا يعني الرن ديالو كتشوفوا بزاف ديال الامور يعني التشخيص كيكون مختلف. واخا حتى انه هاد النقطه اللي ذكرتي ديال التونسيون ديال الرجلين يعني كتشوفوا كناخذ التونسيون ديال الرجلين وديال اليدين باش كنشوفوا واحد ليير واحد المقاييس والمعايير باش كنعرفوا واش هاد مثلا الاختناق ولا الانسداد الشرايين عنده تاثير ولا ما عندوش تاثير. يعني في العادي كنعبروا ضغط الدم ديال الجسم ديالنا كنشوفوا واش طالع ولا نازل، احنا نعاود تقليبه واحد اخر خاصه بينا، هادشي اللي بغينا نفهموا يعني خاصه بينا مساله خاصه. معنا حياه من اسفي. ألو السلام عليكم حياة. وعليكم السلام، كدير اللسناء لبسان. الحمد لله، الله يبارك فيك، مرحبا. شكرا والله إلا كتفيدونا بزاف، الله يبارك فيك. من المدمنين على ميضة. بالخير إن شاء الله، الحمد لله، مرحبا. كنسمع البرامج ديالكم كلها. الله يبارك فيك، مرحبا. الله يخليك، كدير الدكتورة لبس لباس عليك. الله يبارك فيك، أنت لباس عليك. الله يبارك كتنورينا، الله ينورك. الله يبارك فيك، كتنورينا، شكرا بزاف. الله يخليك، انا ديابيتيك، عندي 12 عام دون عندي السكر والطونسيون، ودابا ولات الحريق ماشي عاد، دابا شي 3 سنين هادو 4 سنين كيجيني في القيعه ديال الرجليه، القيعه الرجليه كيحرقوني بزاف، ورجلي اليسرى دابا بعض المرات وليت كنحس فيها شي حاجه. انا كتحس ان عندك شي حاجه في رجليك ومع عمرك قلبتي مشكل الشرايين في رجليك؟ مع عمرها طحتي؟ انا متبعه عند الدكتور ديال امراض القلب وطرحت عليه هذا المشكل، قال لي لا، لانني انا عندي شعريقات في 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 في, في رجلي في الفخذ ديالي الفوق زرقين طرطقوا. لا، هذوك لي فاريس ما عندهم علاقه مع داء السكري، حنا اليوم كنهضروا على الشرايين اللي كيجيبوا الدم واللي كيغذيو الرجلين، هذوك هما اللي كيتاثروا ستادير لي زارتير او الشرايين اللي كي هذوك هما اللي كيتاثروا بداء السكري، ماشي لي فاريس ولي فين وداك الشيء. لا، هذا شكل اخر، وهادو ما كيبانوا ستادير ماشي ما عندهم علاقه بداك الدوالي او لي فاريس اللي كتشوفي على برا زورق كيطرطقوا. لا، حنا كنداويو كنهضروا على الشرايين اللي كيجيو من القلب وكيجيو للرجلين، وهما اللي كيغديو، هادوك هما اللي كيبداو يتسدوا، لان السكر كيقصح هادوك العروقه وكيبداو كيتسدوا شويه بشويه، داكشي ببطء. والمؤسف كما قلنا ما كيعطيش ما تعطيش علامات في الاول، في الاول راه ما غادي تحس بشي حاجه عاديه، غادي تمشي عاديه، رجلك ما غاديش يبردوا عليك، ما حتى شي مشكل، ولكن الا كنتي كتحس باعراض هنا ولا بدا خصك تمشي عند الطبيب المختص في الشرايين باش يقلب، لان باش يفرق ما بين واش عندك مشكل ديال العصب
لا نوروباتي ديابيتيك ولا عندك مشكل ديال الشرايين. ومن هنا تنقدروا نعطيوك نصائح، تنعطيوك ادويه، ولا في اخر المطاف تقدر تكون حتى العمليه جراحيه. إذن معنا مكالمة أخرى نتعرفوا على التساؤل ديال مريم من الدار البيضاء. ألو مريم. صباح النور. صباح الخير، لاباس عليك مريم؟ مرحبا، الله يبارك فيك. بارك الله فيك، تبارك الله عليك. بارك الله فيك، شكرا. مرحبا لا مريم، مرحبا. بارك الله فيك، بغيت غير نتكلم مع الدكتورة عائشة. ها بيان، تفضلي لالا. صباح النور. صباح الخير لالا، تفضل. ما كاين حتى مشكل، شنو هو السؤال ديالك؟ أنا بغيت نسقسيك، أنا عندي الأخ ديالي هذا ديابيتيك. مني كانت عنده 5 سنين. يعني تزاد بالسكر؟ لا تدار 5 سنين، حتى هذا 5 سنين. عاد باش هذا عاد نتوما اكتشفتوا ان في داء السكري؟ اي عاد باش هذيك كان بخير الحمد لله. مني دار 5 سنين من وراء الختانه، ما عرفت واش الخلعه على الختانه ولا اش داك الشيء من وراها. المهم جا داء السكري، داتو ماما عند طبيب ولقات فيه هذا داء السكري. المهم تيستعمل الانسولين. دابا لحد الساعه عنده 26 سنه تبارك الله. ولكن المشكل اللي عنده مؤخرا هو كيتنفخ ليه فخده من داخل، الفخذ ديالو من داخل تقريبا كتقولي من جهه الجهه التناسلي وقيره. المهم مع الوالده توفات، المهم انا ما تيورينيش كتعرف حرج من عنده احراج. المهم كيقول لي راه فخدي تنفخ ليا. المهم ما كاينش شي بلاصه اللي زعما كاينه تشوفيها، كيقول لك راه من فوق صافي. المهم مشى عند الطبيب، عطاه الدواء، وقال غير طيب في العام عطاه الدواء، قال لي راه ماشي شي حاجه. ولكن الى القضيه استمرت طويله من الاحسن يكون واحد التشخيص مدقق. هذاك الشيء اللي كاين. المهم خدا الدواء، سولته قال لي راه بخير الحمد لله. هذيك المره عاود مشيت عنده للدار وهو لقيت عنده واحد الدواء، قلت ليه علاش هاد الدواء؟ هو يقول لي راه عاود الفخذ ديالي تنفخ ليا، راه عاود خديت هذاك الدواء اللي كان خرج ليا الطبيب. اخذهم تلقائيا غير من راسه. استشاره مره ثانيه. استشاره. لا شوف لقى راحته عليه وصافي. المرض انا داك الشيء اللي قلت لك، عاود رجع لك عاوتاني نفس المشكل، ما خاصكش تاخذ نفس الدواء. فعلا. اول حاجه اسمح لي لالا الا قطعتك، اول حاجه خصو يستشر مع لوندوكرينو ديالو اللي متبع على السكر. هذا من ناحيه. ومن الناحيه الثانيه الا مولات السكر اقترحت عليه يدير واحد التشخيص، لان يعني حنايا كنتعاملوا مع لي زوندوكرينو، هما اللي كيرسلوا لينا في اغلبيه الاحيان، كيرسلوا لينا الناس اللي عندهم داك داء السكري، لان مشات داك القضيه والقاعده ان كنقلبوا غير بيدينا وكنشوفوا واش النبض دايز ولا لو بو واش كاين ولا ما كاينش. لا اليوم ولا بدا كان عنده مشكل في الشبكه. ايوا يعني ان عنده مشكل السكر. من الاحسن على لا خصو تشخيص مدقق، وما يبقاش ياخذ الدواء من راسه، لان ما كنتلعبوش بالدواء. دابا جربوا ديك المره لقى راحته عليه صافي، قال لا يقدر يدير مضاعفات. تماما، ما خصنا نعرفوا بالضبط شنو عنده. دكتوره هو متبع، يعني الاخ ديالها متبع عند اختصاصي ديال داء السكري، يرجع عنده من الاحسن، وهذاك لوندوكرينو غادي يقدر يطلب ليه تشخيص ديال هذاك النفاق ولا ديال هذا المشكل هذا شنو هو. واخا. معنا امينه من الدار البيضاء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. امينه اخت سناء هذه. اييه مرحبا لالا، وانا معجب بك بزاف بزاف. الله يبارك فيك، نهار كبير مشد ليا الخبر. بارك الله فيك لالا، مرحبا لالا. شكرا على النصائح. الله يعطيك الخير. ولا كنتبعكم من الاول حتى الاخر، وشكرا للدكتوره امنيه كنشكرها بزاف. ما كاين حتى مشكل، العفو لالا، هذا واجب. انا دكتوره كنت ما كنقدرش نعفط برجليا، واحد 3 سنين دابا تعرضت، وليت كنمشي على صبعاني ويت الوليه الرجل اليسريه وتهرست منها من الشوفيه. وبقيت واحد المده كنعاني، وداك الشيء مشيت على الطبيب ديال العظم، قال لي عندك ديك العصبه اللي كاينه في القدم هي اللي ما بقاش كتثبت رجليك في الارض. مشكل العصبه. دابا وانا عندي لي فاغيس كيبان ورقاق، ودابا ملي كنتحرك كنوقف بزاف الاشغال ديال الدار وداك الشيء، وليت كنعيا ما بقيتش كنلقى الراحه على رجليا، واكثر من كنفيق الصباح. هو من الاحسن دير واحد التشخيص ديال الشرايين باش تشوف واش هذا المشكل كاين
يقدر يكون العصبه بحال اللي قال لك الطبيب ديال العظام، ولكن هذا ما كيمنعش انه يقدر يكون عندك مشكل اخر. فإذا كان عندك جوج ولا ثلاثه مشاكل وحنا طرقنا وحاولنا نعالجوا غير مشكل واحد، بطبيعه الحال انت ما غاديش تشوفي النتيجه. داكشي علاش ولا بدا ملي كنلقاو واحد المرض دائما خصنا نقلبوا على الاخرين، لان شحال من مرض كيعطي نفس الاعراض. فحنايا في الميديسين خصنا تنقولوا مثلا هذا الرجل كضرني، وتقدر تكون من العصبه، تقدر تكون من الشرايين، تقدر تكون من هذه. كنقلبوا على جميع الوسائل اللي يمكن لها تعطي هذاك المشكل. ومره مره كتجينا واحد النقصه في قلبي كنقول واش انا تعطلت. المهم انا كيبانوا لي فاريس رجليه، راه كيبانوا لي. والمهم دابا الا حسيتي براسك راك تعطلتي، ومن الاحسن ديري واحد الاستشاره عندك الدكتوره، ديري استشاره فعلا من الاحسن. لانه باش نفس الامراض كيكونوا عندهم نفس الاعراض، فصعيب على انه الشخص العادي انه يدير التشخيص منه نفسه. نفسانيتك باش ترتاح وتعرف راسك شنو كاين. لانه كيف ما قلتي عندها مشكل في العصبه، هي دابا كتعالج عليها، ولكن ربما تكون حويجات اخرين، فمن الاحسن الواحد يحيد الشك. دابا هي ولات فيها واحد الخلعه وكتشد نخصه في قلبها وما قادش انها تمشي للطبيب. يعني بنادم امور سهله تحيد الشك. فعلا. نواصلوا باقي المكالمات معنا. فردوس من سلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فردوس. تنشكركم جزيل الشكر على الاعمال اللي تقوموا بها. بارك الله فيك، هذا واجب. مزيد نتسالق معكم ان شاء الله يا ربي. مرحبا. الله يخليك. التساؤل ديالي في الغروسس الاولى دات نورمال عاديه. بالنسبه للغروسس الثانيه والثالثه كان عندي رجل اليسرى كنت نعرج منها وتتقال عليا. كتعرج واش كتبرد عليك كتسخن عليك زعما كتحس بها ثقيله ماشي ما كتقدرش تمشى؟ ما تقدرش تمشى بها عاديه بحال الاخرى. الاخرى دغيا تنهز اللوحه والاخرى ثقيله، يعني بحال تنعكس بها واحد شويه. اها تفضل كمل. في الغروسيس الثانيه قولي تقريبا شي 7 سنين وانا كنت ندير هذا الكينه ديال منع الحمل. اها منين كانوا واحد الجمعيه دايرين حمله، ملي مشيت عندهم قالت لي غادي تحبسيها على قبل لي فاغيس ولا لا شي حاجه واحده اخرى؟ لا حنت رجلي. قلت لها راه المشكل عندي ديال رجلي تيضروني. ملي قلباتهم ليا من اللور قالت لي راه شويه تيبانوا دوك العريقات لي فاغيس يلا غيبداو. اسمح لي غادي نقاطعك. هذوك لي فاركوزيتي غير صغورين اللي ما عندهم حتى مشكل ديال الصحه، هذوك ما كيمنعوناش ان ناخذوا الكينه ديال منع الحمل. الكينه ديال منع الحمل كنقترحوا على الناس انها يعوضوها بحاجه واحده اخرى الا كانوا داك لي فاريس الكبار الغلاض اللي يقدروا يتخلقوا يقدروا يديروا لنا الورم او لا فليبيت. كل واحد على حسب الحاله ديالو. هذوك هما اللي على قبلهم كنحبسوا لا بيلول، حيت ما تنجيوش نحبسوا لا بيلول. اما رجلك كتعرج بها يقدر يكون مشكل ديال العظام، يقدر يكون مشكل نورولوجيك جايك من دارك. ما تنساش ان شحال من واحد تيكون رجليه كيضروه وعنده التنمال وعنده بزاف ديال المسائل وتيكون المشكل من الظهر. داكشي علاش الفحص لله راه مهم ومهم بزاف. يبداو على الاقل بالطب العام ياك جينيراليست يوجههم باش ما يكونش يقدر يعطيك غاديو يقول لك دير لا غاديو د لارونش ولا يمكن يشك في الظهر، يمكن يقول لك في الظهر اش انك درتي ورم او فليبيت في الداخل. ديك الساعه يقول لك ولا لا دابا درتي ورم او فليبيت ما خصكش تاخذي لابيلول. اما الا شتغي لي فاركوزيتي ونقول تحبسي لابيلول، هذا زعما مساله ماشي معقول. فعلا كاين اللي كيكون مثلا كيحس بواحد الاعراض وكيولي هو يشخص يعني من نفسه، كيقول كنحس مثلا بانه مثلا عندي الحرق في الكرش ديالي، فراه غادي يمشي عند اختصاصي في الامراض الجهاز الهضمي. كيمشي عنده كيلقى ما كاين حتى شي حاجه، كيعاود عاوتاني يمشي عند طبيب مثلا ديال الراس، كيبقى غادي حتى تيقول لك انا راه قننت غنمشي عند 4-5 د الاطباء، يعني مصاريف زائد انه غير ديك الاستشاره ويمشي. في حين انه كيف ما كنقولوا دائما الجينيراليست يعني الطب العام ما نحرموش نمشي عنده، وديك الساعه راه هو غادي يسهل مأمور لانه غيشوف الجسم ديالنا كله، وديك الساعه راه هو اللي غادي يوجه ويقول راه 90% يعني من الاحسن تمشي مثلا
على عند اختصاصي في امراض العظام ولا غيره، على حسب يعني شنو لقى في الحاله طبيعه الحال. ما نديروش هذيك الدوره ديال يعني كثره الاطباء، لانه الله يحسن العون، حنا عارفين هذو الناس يعني فيه مصاريف في هذا، ولكن ماشي على حسب الصحه. الواحد على الاقل يمشي للطبيب العام وهو غادي يوجهكم يعني على حسب الحاله، واللي على حسب الحاجه يعني اللي كيشوف من خلال الفحوصات كيف ما قال الدكتوره، او من خلال الراديو. معنا خديجه من الدار البيضاء. الو الو خديجه، مازال معنا خديجه على الخط. واخا ريتمنى ناخذ خديجه. بالنسبه يعني تاثير يعني السكري على 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 الشرايين، بالنسبه للتشخيص الا بغينا نقولوا مع العلاج، من الشخص مثلا ملي كيجي عندك يعاني من داء السكري وكتقلبي على اساس انه مثلا كاين فرق، كيف قلتي الا لقيتي الامور يعني الحمد لله يعني على مستوى الشرايين، كتقول له مثلا دير فحص من دابا عام ان شاء الله على حسب الحاله. ما في حال الا كان الشخص مثلا صامل ما حسش بشي اعراض ودرتوا الفحص مثلا وفي اثناء التشخيص لقيتوا على انه عنده داء السكري وعارفها، ولكن كاين صعوبه في الشرايين اللي تيكون عنده واحد الانسداد. اولا خصنا نعرفوا شنو هي النسبه ديال الانسداد، هذه هي الاولى، واش 30% واش 50% واش 90%، هذه مهمه. ثاني حاجه تاثير ديال هذاك الانسداد على الارجل، واش ارجل كاين خطر ان يقدر واحد الوقت غادي يكون بتر ولا ما كاينش. دونك العلاج تيكون على حسب حاله الانسداد والتاثير ديال هذاك الانسداد على الارجل، واش الحياه ديال هذيك الرجل معرضه للخطر ولا ما معرضاش. دونك على حسب التشخيص كيمكننا نعطيو العلاج، اللي كيمشي من النصائح حتى العمليه. يقدر يكون في الاول نصائح على حسب الحاله، مثلا المشي اللي خصنا نعرفوا، ومن هاد كنستغل الفرصه باش نقول الناس اللي عندهم داء السكري خصهم ولا بد من الرياضه يوميا. احسن الرياضه هي المشي، ولكن عندهم مشكل ديال المفاصل والى اخره فالسباحه يعني يتمشاو. ديك الرياضه في الماء مهمه بزاف، لاكواجيم ولا المشي في الماء. انا كنصح الناس كلها رمز ديال هذاك لاكواجيم، ولا على الاقل يعني اللي حداه شي بحر يتمشى في دوك المميجات هكا دوك الخفاف، وكيبقى يدير واحد المجهود برجليه، راه حتى هي مهمه بزاف. يعني اللي باش نخليوها مفتوحه كيف قلتي، اللي عنده القدره يمشي مثلا ويدير الرياضه يعني في الكومبلكس او لا مثلا في يعني في الصال ديال الرياضه. اما يعني بالنسبه للاشخاص العاديين راه كل شيء يعني متوفر الحمد لله، داك الشيء ديال الله، البحر موجود، الواحد يتمشى على الجنب ديال البحر يعني في دوك المميجات، راه قد ما تمشى قد ما بحال كيدير واحد الرياضه يعني لداومها بشكل يومي مع المشي كيف ما ذكرتي. والواحد ما يجهدش على راسه، لما يجهدش على يعني راسه يحس براسه حتى يلعى يجلس شويه ويعاود يكمل. فعلا. معنا خديجه اخر مكالمه. الو خديجه من الدار البيضاء. الحبيبه ديالي سناء، مرحبا، الله يبارك فيك، الحمد لله على خطيك، كل شيء على خير، بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يكبر بكم، مرحبا، الله يطول يا ربي، امين عمركم ان شاء الله. مرحبا. نسول الدكتوره. اي تفضلي. تفضلي. انا في عمري 59 عام، تشرفين، وعندي بارك الله فيك عندي داء السكري، هذه تقريبا شي عامين باش اكتشفته. الو، انا كنسمعك. كنسمعوك. ودابا رجل اليسرى ما كنقدرش نتمشى بها نهائيا، وليت مشيت كيتجمع لي بحال العصبة مورا فخدي ومورا الساق ديالي. وكتبرد عليك لالا؟ كتبرد عليا، كيبردوا عليا هما بجوج. بجوج. وعندي الغدد، الغدة الدرقية. ودابا ملي رجلك كتعطيك الم بحال هكا وكتبرد عليك، هذه من بين الاعراض ديال تاثير. كمل السؤال دكتوره. تفضل. وكيزرقوا عليا السكاني، كيزرقوا بزاف. وهاد الرجل اللي صرات لدرجه كويت ما خليت ما درت، مشيت عند الدكاتره ديال الروماتيزم والو، كندير الادويه ما دوز ما حسيتيش. وبطبيعه الحال حيت الا كان المشكل متعلق بالشرايين، واخا غادي تاخدي ادويه ديال حاجه وحده اخرى ولا غادي دير الكيم، بطبيعه الحال ما غاديش تكون النتيجه، لان ما عرفناش السبب. باش نعرفوا السبب دابا كنرمي خطوه، كيتجمع لي داك الشيء مورا فخدي ومورا الساق ديالي بحال شي حاجه كتلوى ليا، وكيولي فيا بحال الشلال، يعني كتولي بحال اللي فيها شلال. دابا انت نتحكم فيها. واخا قلتي هذه سنتين باش عرفتي راسك فيك السكر، يقدر يكون راه فيك السكر شحال هذه، شحال هذه وما كنتيش يمكن عارفه، لان ما درتيش. قلت لي طبيبه الغدد اللي جاولك السكر، انا ما كانش ما عنديش وراثي.
هي ولكن الغده الدرقيه هي ذات لك السكر. حنا تنهضروا على المساله ديال الوقت، يقدر يكون هذا داء السكر اللي فيك هذه 5 سنين او 10 سنين ويمكن ما درتيش تحليلات وما كنتيش عارفه راسك انك فيك داء السكري، ولكن هاد الاعراض اللي كتقول لي في غالب الاحيان غيكون عندهم علاقه مع الشرايين، فمن الاحسن باش تعرف واش مساله شرايين او مساله العصبه او مساله واحده اخرى، فولا بدا من الاستشاره الطبيه عند الاخصائيين في الشرايين. بارك الله فيك دكتورة أختي، من الأحسن دكتورة. من الأحسن ديال الاستشارة الطبية. تحياتنا ليك إن شاء الله يكون خير. معنا عائشة من أكادير. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله عائشة. كنشكركم أختي على الله يبارك فيك. لاله مرحبا. عافاك أختي، بغيت نسول الدكتورة على لي فاليت، عندي في رجلي بزاف كيبان ليا بالغلاط والرقاق. عندك حتى الغلاط رقاق وغلاط؟ أييه. ورجلين دابا كيضروني من الركبه بزاف، كنحس بهم ثقالين بزاف عليها. وهادو من علامات ديال الدوالي او لي فاريس، وبالخصوص قلتي ان عندك الدوالي غلاض، فاللي خصك تعرفي لاله ان هاد الدوالي ما غاديش يداوو بوحدهم، ما غاديش يمشيو بوحدهم، وبالخصوص بالخصوص عندك حساب لك انك غادي تاخذي الاقراص او الدهن او حتى الجوارب الطبيه، وهاد لي فاريس غادي يمشيو. لي فاريس لاله راه تيخصهم تشخيص، وعلى حسب التشخيص، واما كنقترحوا الحقن واما الليزر واما على حسب في اخر المطاف يمكن نقترحوا العمليه في اخر المطاف على حسب التشخيص. اما يحسبك غادي تاخذي غير الادويه، هذا هو المشكل اللي كيوقع. اكثر الناس اللي عندهم لي فاريس تياخذوا كاينين اللي تيكون عندهم تكبر وباينين، ومع ذلك كياخذوا غير الدواء والجوارب، وحنا من بعد كنشوفوهم في واحد لوستاد ديال المضاعفات ولي كومبليكاسيون وللسير دو جامب، القرحه الارجل الى اخر. ف الله يخليكم ما تبقاوش تساينوا حتى يوصل وقت المضاعفات، وداك الساعه العلاج كيولي صعيب 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 على العموم. ان شاء الله الحلقه الجايه نديروا يعني خاص بعاوتاني لي فاريس باش نتكلموا الاحتياطات فعلا. مين انا تصور في المركز 90% 90% زعما كنوزن شنو كنقول 90% الناس كيجوني في اطار المضاعفات، قليل بزاف بزاف اللي كيجي في داك الاول، ولا اكثريه كيجي في المضاعف، وحنا ما عرفناش وحنا ما شفناش، وحنا كنا كناخذوا غير الدواء، والاقتراح الوحيد هو الدواء. كيفاش كتاخذ الدواء واش حنا كنضرقوا الشمس بالغربال؟ هادي ما كايناش. لي فاريس خصهم العلاج، والعلاج ماشي بالدواء، تعاون تعاون ولكن ما كيداويوش. فما تبقاوش تاخذوا الدواء وكيحسب لكم نتوما غير كداووا، وداكشي كيتزاد وكيتفاقم حتى كتوصلوا للمضاعفات، وفي المضاعفات المشكل كيتفاقم فعلا. شكرا لك بزاف دكتورة أمنية بن كيران، طبيبة متخصصة في علاج أمراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريدية، على كل هذه النصائح والمعلومات الطبية اللي قدمتينا في موضوعنا حول تأثير السكري على أمراض الشرايين. غدا رفقت دكتورة صابرين الشيوي، طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري وأخصائية في الحمية الصحية وفي التغذية، غادي نتكلموا حول السمنة عند الأطفال. ومرحبا بكل تساؤلاتكم، يعني غادي نتكلموا على الزيادة في الوزن والسمنة عند الأطفال، وغادي أكيد تقدم لنا معلومات ونصائح واحتياطات يعني ومواد غذائية اللي خص الوليدات يمتنعوا عليها، وفي نفس الوقت شنو هو التغذية المناسبة المفيدة للأطفال واللي ما كتزيدش في الوزن ديالهم، وإنما يعني كتساعدهم على التركيز وعلى التقوية ديال النمو ديالهم، وكذلك حتى على الفيتامينات. غنتكلموا على أمور كثيرة غدا إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعة والاستماع البرنامج اللامولاتي، لكم تحية وفاء فائز، رفقتنا في الإخراج صابر فوندا، ولمياء البكري في البرمجة الموسيقية، وسميحة شوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفية. نتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.